برشلونة منتصر، الذي تعشقه لم يفز في المباراة الأولى أمام رايو فايكانو، ولديه مباراة صعبة جدا أمام سوسيداد. نعم، أعتقد أن مباراة ريال سوسيداد حتكون أسهل من مباراة رايفيكانو. لماذا؟ نعم، فريق كبير. رايفيكانو في 90 دقيقة لعب حوالي 70 دقيقة، الباقي كلها كان تكسير للريتم، ادعاء إصابة غيره، الدفاع بعدد كبير جدا من اللاعبين. ما متوقع يعني مثلا أنه ريال سوسيداد في ملعبه أمام جماهير يلعب مثلا بنظام دفاعي أو دفاعي بحت، إلا يتقدم في النتيجة بفارق هدف أو هدفين بعدها يرجع يدافع. فبرشلونة بدأ بداية سيئة. الفكرة الأساسية بالنسبة لي أنا كمشجع ما كمحلل لبرشلونة، نعم مشجع، نعم تفضل. وين طموحي كان الموسم الفات وين طموحي حاليا؟ أنا ما كنت أحلم قبل موسم مثلا إنه يحصل الحصل ده كله في برشلونة، يجي شافي مدرب يعمل النقلة الكبيرة دي، يفرض على الإدارة تتعاقد مع أسماء بجودة ليفاندوسكي وكوندي وكيسيو وكريستنسن، أسماء كبيرة جدا، رافينا، أن الإدارة نفسها تعمل عمل كبير جدا في جانب الرواتب غير التفاصيل دي. اتعالجت مشاكل كبيرة جدا، اختصرت مشوار طويل جدا على برشلونة. جات فترة من الفترات الناس كان بتتكلم إنه برشلونة في طريقه للحاق بميلان بأرسنال، سنين الغياب العاشوها فريق الميلان قبل ما يرجع يحقق الدوري وغيره. الإدارة في حكاية بتاع 8 شهور اختصرت المشوار الطويل ده جدا. فحتى لو ما حقق برشلونة بطولات الموسم ده أو ما حقق المطلوب بشكل كبير الموسم ده، المشجع البرشلوني بيكون راضي جدا إن أول شيء اللي تم في برشلونة بشكل نعم عام. العمل الموجود في برشلونة بكل تأكيد جميل، مبشر هل جدا. تتفق؟